كوكو يا بيس هلا ما لابس مرحبا حبيبتي اليوم راح نعمل جيت ريدي وذ مي مع الباليت تاع جاكلين هيل جايت مورفي خلينا نبلش ما عندي شيء زياده اخبركم بعرفكم شوي وخلينا نبلش راح اشتغل بالالوان الاورانج على ذهب على هذا فحبلش بالروبينسك من عند البيبوت من عند ماك ما بعرف شو بين اليوم بالعاده لما بصوركم بكون فايقه وماشي الحال ومبسوطين اليوم شوي ملعبجين بس يمشي الحال قلت بركة ايام بصور بحس حالي احسن فتخلينا نصور رح بلش طبعا شوي هذا اللون اللي هون على كل حكل الجفنة بال217 من عن ماك هدول الألوان عن جد أرخاص بس حلوين بشكل اللون قوي وبيندمجوا بسرعة وعن جد والواحد ما بيعرف هن واحد إذا بتشتري باليت فاضية وبتعبيها حقهم يمكن 2 أو 3 دولار الواحد بعتقد هدول باليتس كبار بشي 35 دولار وطلع لك شفتي كم لون فعن جد بحب لما بيطلع لك اشياء سعرهم منيح بس بيشتغلوا كتير منيح اوكي تعالوا ناخد هيدا اللون تلبني حطه بقلب كسرة لاين لا غيرت فكري حط هيدا اللون البني بقلب كسرة لاين عم جرب استعمل بالعادة معودة على باليتس فيهم لايك ماكسيموم 6 أو 8 ألوان فمعودة استعملهم كلهم بلوك او 2 فصار لي كذا يوم عم استعمل هيدي الباليت بس عبالي استعمل الوان بعد ما استعملتهم ف تعال نستعمل هيدا او هيدا الاي بلندر برش من عند الماسكا لما ببلش العب باليتس جديد بلا ما احس الانستنكت تاعي دايما انه روح على الوان بني واورانج والوان دافيه حدا منكم هيك كمان ولا انتم بتحبوا الالوان البرد الموف والازرق والهيك خبروني انتو شو الجوتو تاعولكم اوكي رح ناخد الانجلد ايشادو برش من انريل تكنيكس ورح اخد تعال ناخد اللون الاورانج وخلينا على الدم هذا اللي هون وحطه بالقرن البرانية تاعت العين بندور هديك اليوم كمان ماما كانت ظاهرة عند عشا فقالت لي انه في قاعد اعملها الميك اب انه دعي ماي قلت لا اكيد لا لاحظت قد معودة انا على اعمل ميك اب على حالي وقد ايه اصعب انك تعملي ميك اب لحدا تاني عن جد لانك معودة على كيف برميت عينك وعلى الالوان وعلى ما بعرف شو بيلبق وبعدين معودة تعمل الشغلة انت على حالك مش على حدا تاني فشو بخبركم يلي بياخدني يمكن انا 3 ساعة نص ساعة اخذتنا شي ساعة ونص هلا كمان ما كله الحق علي خيرت رأيها كذا مرة على شو بدها تحط لون عشفيها وكنا استعملها ليكويد لبستيك فبتعرفوا قد ايه بتاخد وقت لنغير هالشي واللاينر ما عجبنا الليكويد لاينر فرجعنا حطينا بس شادو هيك قصة ف يلي بيشتغل ميك اب ارتست عن جد رهيب وبكون عنده تعلم اشياء جديدة بحس كل يوم اوكي رح اخد 242 بعتقد من عن ماك عم حابة لحط الوان تلمع بالقرن الجواني تاعت العين فاخد هذا اللون الاورانج اللي فيه شوية لمعة فيه كتير لمعة رح اخده بالقرن الجواني تاعت العين وما عم ادمج بس عم مش ادعس بس هذا الموفمنت الايام في كلمات بنسيهم يا حرام
الايام اللي تعلمنا اللغه. قلبي انا اخذ بني فبستكر رأي القلم. هيدا اللاين فيش من عند ستيلا لحطه بقلب العين اذا بده يفتح. رح مره نتفي تحت العين اعطي بيس للون اللي بدي احطه. هاخد ال 239 من ماك وهيدا اللون اللي احمر على بني هدمج بس شي على العين التاني. اوكي رح اعمل اللاينر والماسكارا مش على الكاميرا ما في احكي كون عم ساوي وبرجع لكم. وهي خلصنا هيدي اللوك. خبروني اذا انتم عملتوا على هاللوك او اي لوكس بتحبوا تعملوا بهيدي البالت تاعت مورفي. وهي هي مني رح اعمل 3 بوينتس بوزيتيفلي وهي هي هي لليوم صار كم مره فيه ونفس الشيء. اول بوينت بوزيتيفلي هذا الميك اب حبيت كيف طلع وعم يبسطني وانبسطت انه قعدت وعملت فيلمينج معكم اليوم. ثاني بوينت بوزيتيفلي الشمس طالعه اليوم والطقس حلو ف كتير مبسوطة انه اقدر اظهر واستفيد من الطقس. تيل بوينت بوزيتيفلي صف السبين اليوم على بكره كتير انبسطت فيه. هي من اليوم مثل دايما خبروني انتو شو عم يبسطكم اليوم. شكرا انو قعدتوا معي بحكيكم قريبا. بس قبل ما اترككم مثل دايما خليني اذكركم انه الحياة كتير قصيرة حتى الواحد ما يلبس حمرة بتسلي. باي guys.